Battle Royale, battle in style. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمودة بمقطع جديد. كيفكم يا أساطير؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله بتظلكم بخير. مقطعنا اليوم راح نتحدث عن بعض الإضافات اللي أضافتها شركة قارينة. قبل ما نبدأ بالمقطع أتمنى توصلوا هذا الفيديو أكبر عدد من اللايكات، لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على القناة. ويلا نبدأ يا أساطير. بالنسبة لأول إضافة يا أصدقائي اللي أضافتها شركة قارينة، عملت زر شركة قارينة داخل اللعبة، بتدخل على الضبط بالطريقة هاي وتفعل هذا الزر اللي موجود قدامك على الشاشة. آخر اشي من تحت تحطله تفعيل، بتفاجئ أصدقائك وتقدر تقتلهم وانت داخلين مع بعض داخل اللعبة، بتفاجئهم تقتلهم يا أصدقائي مثلهم مثل أي عدو. خلينا ننتقل للإضافة الثانية يا أصدقائي. بالنسبة للإضافة الثانية كمان بتحدث هذا الزر اللي موجود قدامك. هذا الزر يا أصدقائي اسمه مود الجري، يعني ما في داعي يا أصدقائي أنكم تظلكم تضغطوا على كبسة الجري، بصير مثل لعبة ببجي موبايل يا أصدقائي. خلينا ننتقل للإضافة الثالثة يا أصدقائي. بالنسبة للإضافة بتفعل هذا الخيار اللي قدامك بالشاشة، بتفصل قنابل الثلج عن القنابل العادية يا أصدقائي مثل ما انتم عم تشاهدوا قدامكم على الشاشة، تفصلون عن بعض وتصير هيك اللعبة أريح وأفضل يا أصدقائي. شو رأيكم انتم بهذا الإضافة يا أصدقائي؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالإضافة تبعت فصل قنابل الثلج عن القنابل العادية يا أصدقائي. أنا بالنسبة لي إضافة كثير حلوة. خلينا ننتقل للإضافة اللي بعدها يا أصدقائي. هذه الإضافة يا أصدقائي سيارة موجودة قدامكم، بإمكان شخص واحد فقط القيادة بها في هذه الحلبة. وأما الإضافة اللي بعدها يا أصدقائي هذا المنطاد اللي قدامكم، تقدر تطلع عليه بساحة الانتظار تلعبوا واحد ضد واحد يا أصدقائي. بالنسبة للإضافة هاي راح تشاهدوها قدامكم على الشاشة، إضافة جدا أسطورية يا أصدقائي، رموز تعبيرية، رموز كثير حلوة ومضحكة داخل اللعبة يا أصدقائي. يعني بس ضغط على الرمز التعبيري بيكبر راس اللاعب مثل ما أنتوا عم تشاهدوا قدامكم على الشاشة يا أصدقائي. إشي كثير حلو ومسلي وممتع من شركة قارينة. خلينا ننتقل للتسريب أو الإضافة اللي بعديها يا أصدقائي. Battle Royale, battle in style. هذه الإضافة يا أصدقائي مثل ما سمعتوا الصوت توكم، هذا الصوت كل ما دخلنا اللعبة أو لعبنا جيم داخل اللعبة راح نسمع هذا الصوت دائما في لعبة فري فاير يا أصدقائي. خلينا ننتقل للإضافة اللي بعدها يا أصدقائي. هذا الزر اللي عم تشاهدوا قدامكم على الشاشة، تقدر تتحكم بماكينات شراء الأسلحة، إذا كنت متواجد بتفعله وإذا ما كنت متواجد بتلغي تفعيله يا أصدقائي. خلينا ننتقل للإضافة اللي بعديه يا أصدقائي. بالنسبة للإضافة هاي يا أصدقائي جدا أسطورية، هذه الإضافة باسم القبضة الحديدية يا أصدقائي. هذا الإضافة جدا حلوة، منتظرين من شركة قارينة من زمان يا أصدقائي. هذا الحدث يا أصدقائي إله علاقة بحدث الإبادة يا أصدقائي. هيك بنكون وصلنا نهاية مقطع الفيديو. الله يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، بتمنى تشاركوني آراءكم بالتعليقات أحلى شي شفتوه. لا تنسونا من اللايك والاشتراك تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. كان معكم أخوكم حمودة، بأمان الله.